أعطى وزير العدل عبد اللطيف وهبي انطلاقة العمل بالمنصة الإلكترونية الجديدة الخاصة بتتبع تدبير طلبات الجنسية، وذلك انسجاما مع الرؤية الاستراتيجية الجديدة للتحول الرقمي لمنظومة العدالة. وتهدف هذه المنصة الرقمية المطورة بكفاءات داخلية تقديم خدمة رقمية جديدة لرفع مختلف الصعوبات التي تعترض طالبي شهادة الجنسية الأصلية والمرتبطة أساسا بكثرة التنقلات إلى مقر المحكمة لوضع الطلب وتتبعه. مزيد من التوضيحات انضم إلينا عبر سكايب السيدة ريما البليلي مديرة التواصل بوزارة العدل. مرحبا سيدتي الكريمة. شكرا للاستضافة. يعني سيدة ريما، هناك مجموعة من التساؤلات لو سمحت حتى يعني نصل إلى توضيح أهمية هذه المنصة التي تعتبر مهمة جدا لطالبي الجنسية. هل أوضحنا في البداية المسطرة المعتمدة لطلب الحصول على الجنسية المغربية؟ طبعا المسطرة المعتمدة هي مسطرة غير رقمية، يعني المواطنون يجب أن يقوموا ب يعني الذهاب إلى المحكمة طلب مجموعة من الوثائق المتعلقة بطلبات شهادة الجنسية، وهذا يعني يأخذ وقت ويأخذ من المواطنين، وهو يعني مسطرة الغير رقمية كنعرفوا بجميع الصعوبات ديالها. هل هذه المسطرة الرقمية يعني ستختصر الوقت بالنسبة لطالبي الجنسية المغربية؟ أكيد، يعني هذا الورش الكبير اللي هو ورش إصلاحي والورش جبار كي يأتي طبعا في إطار الورش الملكي لإصلاح منظومة العدالة بشكل عام، واللي فيه هذا الشق اللي هو تعنى به وزارة العدل بمعية السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الإشراف على تحديث الإدارة القضائية. هذه طبعا كلها أشياء التي تعزز الحكمة عبر التحول الرقمي في إطار يعني تسهيل ولوج المواطنين للخدمات، عندها مجموعة من الأهداف ومجموعة من المزايا. هذه المزايا تتعلق طبعا أولا في إطار تحديث الإدارة العمومية، نقوم بتسهيل و يعني توصيل يعني المواطن إلى خدمة سهلة، تحديد يعني نحيدوا عليه التنقل، كنحافظوا على البيئة، فضاءات الرقمية هي فضاءات آمنة أيضا. صحيح. في الأمن المعلوماتي. صحيح. ما هي المؤسسات التي تتدخل في هذه المسطرة؟ بالدرجة الأولى هناك طبعا المحكمة هي التي توضع فيها طلبات شهادة الجنسية، ثم تقوم هذه يعني في المحكمة عبر مجموعة من المساطير إلى أن يأتي دور طبعا وكيل جلالة الملك الذي يعطي الورقة النهائية عبر كتاب الضبط. فهذا طبعا كيف ما كنعرفوا جميع هي مساطير تاخذ الوقت، وبالتالي في هذا الاطار هذا كنسهلوا عبر هذه المنصه. المنصه الالكترونيه يعني عندها واحد الابعاد اخرى، لانها مرتبطه ايضا بالمنصه ديال الهويه الرقميه اللي هو التطبيق الذكي اللي دارته الاداره العامه للعمل الوطني. وهذا التطبيق الثاني يعني المزايا ديالو الاكيده هي انه اصبح رقمي 100%، يعني المسطره كلها رقميه 100%، وكتمر هناك تواصل ما بين الادارات اللي كيخول انه اذا كان عندك يعني البطاقه الوطنيه طبعا مرقم البطاقه الوطنيه، يعني المواطن يقوم كيمشي لهاد الابليكاسيون هادي عبر الرقميه وكيدير الطلب ديالو غير فقط برقم البطاقه الوطنيه. هناك سؤال يتعلق بالمعايير التي تعتمد على أساسها يعني منح الجنسية المغربية، ما هي المعايير لو سمحتي؟ نعم،
يعني المعايير الأساسية، المعيار الأساسي هو أن تكون مواطنا مغربيا لكي تطلب شهادات الجنسية. فإذا إذا كان الرقم كما قلت، يعني الشخص عنده رقم البطاقة الوطنية وعنده بطاقة وطنية، يعني الشخص الراشد اللي وصل سن 17، هم الأشخاص الذين يمكن أن يعني يستفيدوا من هذه الخدمة. يعني أهم طبعا الأشياء التي المواطنون طلبات الجنسية طبعا كيستعملوها في طلبات توظيف، العمل، الزواج المختلط، وهي تهم بشكل كبير. يعني أيضا غادي تسهل واحد المجموعة ديال الأمور على المغاربة المقيمين بالخارج. هل الأمر يتعلق فقط بالمغاربة المقيمين بالخارج أم حتى الأجانب ممن يقدمون طلباتهم للحصول على الجنسية؟ يعني أنا هذا ما قصدت. هذا طلب شهادة الجنسية لكي يعني للتدقيق، هو طلب شهادة الجنسية ليس طلبا للجنسية. إذا طلب شهادة الجنسية هو يهم بالدرجة الأولى المواطنين المغاربة الذين طبعا لديهم الجنسية وعندهم بطاقة ديال بطاقة وطنية. وكما نعرف أيضا هناك مجموعة كما قلت مجموعة ديال المواطنين الموجودين خارج التراب الوطني. نعم. فبدل ما يتنقلوا يجيو المحكمة حتى المغرب من أجل طلب شهادة الجنسية اللي كيحتاجوها في دائما في مسألة التوظيف أو في الزواج وهذا. فالآن صار من الممكن بمسألة بسيطة وهي يعني الولوج إلى الإنترنت وهذا يعني من صار رقمية شهادة الجنسية. يعني شكرا على هذا التوضيح، لأن في البداية كنت أعتقد أن الأمر يتعلق يعني حتى بطلبات الأجانب، فإذا الأمر يتعلق بطلب الحصول على الجنسية المغربية الأصلية يعني. نعم. أشكرك جزيلا الشكر سيدة ريما البليلي مديرة التواصل بوزارة العدل على كل هذه التوضيحات.